السلام عليكم سي حسان. وعليكم السلام ورحمه الله. اشنو عندنا اليوم سي حسان؟ اليوم ان شاء الله تعالى عندنا فيديو خفيف ظريف نهضروا عليه شويه على اليوتيوب. ما كاينش واحد فينا وما كاينش شي دار مغربيه ما فيهاش اليوتيوب. كيف ما كتعرفوا الاطفال ديالنا الوليدات عزيز عليهم التليفون يعني غير يدخلوا الاباء ديالهم كيهز التليفون كيدخل غالبا كيمشي يدخل اليوتيوب كيبقى يتفرج. وهذا اليوتيوب هذا فيه واحد المحتوى اللي يعني مخلط فيه واحد المحتوى اللي يقدر ما يكونش كيلائم الاطفال. هاد القضيه هذه فكرت فيها اليوتيوب وباش انها تحجب الضرر هذا ديال هاد الفيديوهات هاد المحتوى هذا اللي غادي يكون مضر بالاطفال دارت واحد النسخه من اليوتيوب نسخه خاصه بالاطفال. هي راه كاينه ديجا شحال هذه كاينه في الدول الاخرين ولكن في الدول العربيه يلاه مؤخرا دابا تفعلت هذه الخاصيه هذه يعني ولا يوتيوب خاص بالاطفال. يعني تعطي لولدك التليفون عوض ما تخليش يمشي يدخل اليوتيوب ويتفرج في المحتوى ويطلعوا لي اعلانات يطلعوا لي بزاف ديال الحوايج ما كتلائموش كتعطيه التليفون كيدخل لهاد لابليكاسيون هذا اللي وريتكم هذه النسخه ديال اليوتيوب الخاصه بالاطفال وكتبقى مهني مامن ما كيطلعوا لي لا اعلانات لا والو كيطلع لي محتوى خاص يعني ملائم العمر ديالو ما كتبقاش مخلوع باش انه يطلع لي شي محتوى اللي غادي يأثر عليه ولا قرب عندي اخويا حسان هاد النسخه هذه هي هذه هاد النسخه هي هذه هو هذا هاد اليوتيوب هو هذا ها هو يوتيوب كيدز يوتيوب كيدز هو هذا قرب لي مزيان يوتيوب كيدز هاد اليوتيوب هذا راه ديجا الدول الاخرين راه كان ديجا عندهم مفعلهم يلا مؤخرا دابا تفعل تفعل في الشرق الاوسط وفي المغرب عندنا دونك ولا ديسبونيبل لابليكاسيون راه تلقاوها في بلاي ستور هي هذه تنستالي لابليكاسيون ديالك راه كيخدم في الاندرويد وكيخدم حتى في لي طابليت حتى في الايباد حتى في شوفوا هنا حتى هو واش كيدعموا بلاي ستور ولا ابل ستور ولا لا 1990 12 وهذا ندخلوا هو هذا لابليكاسيون ديالنا هي هذه ندخلوا ابل ستور ابل ستور هو هذا هو في ابل ستور شتي كاين في بلاي ستور وكاين في ابل ستور صافي لانستالاسيون ديالك تيليشارجي لابليكاسيون وهذا كيعطيك بحال هكا يوتيوب خاص بالاطفال هنا كيقول لك واش انت دري ولا أب. الاب كتقول لي انا هو الاب سويفون كدير سويفون بحال هكا كيقول لك عطيني واحد لوكود ساهل ماشي شي حاجه ندير واحد جوج ثلاثه اربعه كونفيرمي كيعطيك واحد العمليه حسابيه سهله باش تاكد بلي راك كبير ماشي درت صغير 7 ندرو 7 49 سويفون كيقول لك واش الدري ديالك يعني لا بسيت لا المويان ولا لا كروند مثلا عندي دري شحال عنده 4 سنين عنده صافي سهله ماشي شي حاجه جاكسبت صافي وانت دخلتي دابا يعطينا محتوى هنا محتوى ما تخافش ما فيه لا اعلانات لا حتى شي حاجه هذاك الشيء ساهل خفيف ظريف تعطي اليوتيوب للولد ديالك بحال هكا غتكون يعني بحال هكا غتكون تفاديتي الاخطار ديال يعني المحتوى الغير المرغوب فيه واللي ما كيلائمش الدراري الصغار ما كيلائمش الاطفال لا من ناحيه الاعلانات لا من ناحيه الفيديوهات المخله لا من ناحيه يعني كاين فيديوهات كيحرضوا على العنف كاين بزاف ديال الحوايج واحد الكونتوني اللي هو مضر للاطفال والدري كيشد التليفون كيبقى يدخل من فيديو لفيديو لفيديو من فيديو لفيديو ما كتزردش البال ولكن داكشي كيتراكم كيتراكم عليه كيأثر ليه على يعني على الشخصيه ديالو على فلوسو يعني كاين اضرار مجموعه من الاضرار دونك هاد النسخه هادي من اليوتيوب حاولوا اللي عنده الاطفال ديالو الوليدات ديالو انستاليها عليه ويحاول انه قسم ما خدم التليفون يخليه يخدم في هذا اليوتيوب هذا ما يدخلش في ذاك اليوتيوب الاخر هادشي اللي كاين وتبارك الله عليكم وتحيه لكم. Thank you.